طيب نروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، نتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا كريم. كل الشكر والتحية ليك كابتن ايمن شوقي، وتحياتي ايضا كمان لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم نصر وسعاده على كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. نهائي كاس مصر اليوم في 9 مساء على استاد القاهره، الاهلي والزمالك موسم 2021. استعدادات طبعا كالعاده لفريق النادي الاهلي لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني، مجهود كبير جدا الحقيقه كابتن ايمن بذل خلال الايام الماضيه، لان المباراه مهمه ومباراه بطوله. عارفين طبعا قيمه المباراه، قيمه كاس مصر، وايضا كمان مباراه البطوله بتحتاج مجهود كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين، وده اللي بنلمسه في كل التدريبات اللي بنشوفها مع فريق النادي الاهلي. رغم التدريبات اللي كانت مغلقه خلال الايام الماضيه، لكن الجديه موجوده والرغبه والحماس وكل الامور طبعا الخاصه باسعاد كل جمهور النادي الاهلي كانت واضحه بشكل كبير جدا من خلال التدريبات. فان شاء الله باذن الله كل المجهودات اللي بذلت من الجهاز واللعيبه والتركيز الكبير والتحضيرات الفنيه لمستر ريكاردو سواريش تكون مجهودها كبير جدا وتكلل بالنجاح في خلال 90 دقيقه ان شاء الله. الله باذن الله بنأملها تكون من نصيب النادي الاهلي. مطلوب كتير جدا الحقيقه بقى من لعيبتنا النهارده، يعني زي ما الجمهور بيساند وبيتواجد وبيدافع عن فريق النادي الاهلي، مطلوب مجهود كبير جدا النهارده من كل لعيبتنا، مجهود اكبر، تضحيات، انكار ذات. لا محاله النهارده ان شاء الله باذن الله على الفوز، وده الامر اللي احنا بناكد عليه في كل مره. الفوز النهارده هيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا للخروج من الظروف الخاصه والمحيطه بفريق النادي الاهلي، بعيدا عن جدول بطوله الدوري العام. مباراه الكاس لها حسابات عديده جدا، وهم بيكون كمان المنافس هو نادي الزمالك، فالحسابات بتكون للجمهور وللاعبين والاجهزه الفنيه بتكون خاصه جدا ودقيقه جدا. فان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا. دخولنا في المباراه كل الامور وكل السلبيات اللي شفناها في مباراه بطوله الدوري العام النهارده ان شاء الله مش عايزين نشوفها، عايزين قوه، عايزين روح، عايزين قلب، عايزين شخصيه، عايزين كل الامور المعروفه عن لعيبه النادي الاهلي. الجمهور النهارده منتظر هذه البطوله بشكل كبير جدا. جمهورنا يكون في المدرج كالعاده من اول دقيقه، عارفين حماسه وتشجيعه وهتافه ومساندته للعيبه، ده امر معروف عن جمهور النادي الاهلي. لكن بنطالب كمان الجمهور النهارده بمجهود اكبر، بهتاف اكبر، بحماس اكبر، لان هي بطوله مهمه جدا 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 في توقيت صعب ودقيق جدا على النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن ايمن متواجدين في مقر الفريق طبعا في فندق الاقامه، كل الاجواء الخاصه بفريق النادي الاهلي، الاستعدادات، حاله اللاعبين، الحاله المعنويه، الحاله الذهنيه، مدى التحضير الخاص بمستر ريكاردو سواريش المدير الفني. يعني اقدر اقول لك خلاص المحاضره الفنيه الاخيره انتهت، اللي اكد عليها طبعا على الثغرات ونقاط القوه والضعف والتشكيل وكل الامور الخاصه بهذه المباراه. يا رب ان شاء الله باذن الله اختياره يكون موفق جدا وجيد جدا في التشكيل الامثل اللي هيخوض هذه المباراه، وايضا كمان على دكه ادبولاء ويكون معاه اوراق رابحه كثيره جدا تساعدنا ان شاء الله ويستفيد بها النادي الاهلي في مباراه اليوم. عايز كمان اكلمك على تشكيل نادي الزمالك النهارده كمان، يعني من خلالك بقى كابتن ايمن، ومن خلال ان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي النهارده يكون موفق بشكل كبير جدا. تشكيل نادي الزمالك النهارده في حراسه المرمى عواد، خط الظهر الرباعي حمزة المسلوسي، الونش حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، أمامهم إمام عاشور، سيد نيمار، محمد عبد الغني، وأيضا كمان بن شرقي وزيزو وسيف الجزيري. يمكن ده التشكيل الأقرب لفريق نادي الزمالك. مش هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي، لأن أنت عارف يا كابتن أيمن في متغيرات كثيرة جدا ممكن تحصل من تحركنا لفندق الإقامة حتى وصلنا إلى ملعب المباراة، لكن إن شاء الله بإذن الله كل الظروف والمناخ الطيب اللي توفر الحقيقة خلال الأيام الماضية إن شاء الله بإذن الله يكون مردوده كبير جدا، وثقتنا كبيرة كالعادة في لعبتنا من أول دقيقة يكون في تركيز كبير، نخش في المباراه على طول نفرض شخصيتنا من اول دقيقه، وهو ده المطلوب ان شاء الله لكل فريق النادي الاهلي. غيابات كالعاده غيابات عديده، لكن عندنا كمان لاعبين بتعود في قائمه فريق النادي الاهلي النهارده. يمكن غيابات مستمر فيها حسين الشحات، اكرم توفيق، بيرسي تاو، وايضا كمان طاهر محمد طاهر، لكن بيعود لنا ايضا كمان اكثر من لاعب كابتن ايمن. يعني يمكن الفتره اللي فاتت يمكن لم يتم الاعلان عن القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي، لكن من خلالك نقول القائمه اللي متواجده في معسكر فريق النادي الاهلي سريعا: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، زياد طارق، ديانج، محمد هاني، منعم، بدر بنون، علي معلول، متولي، صلاح محسن، محمد شريف، رامي ربيعه، عبد القادر، وليد سليمان، محمد محمود، حسام حسن، وقفشه، ومحمود وحيد. بيعود من جديد محمود وحيد، طمنا على عبد القادر بشكل كبير جدا، متولي متواجد في القائمه، بدر بنون متواجد في القائمه. ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ الطيب جدا يكون مردوده كبير كالعاده مع فريق النادي الاهلي النهارده. الطاقم التحكيم اللي هيخوض المباراه طبعا طاقم بولندي على راسه طبعا شيمون مارتشيانك، طبعا ده يمكن احد الحكام المميزين جدا، هو دولي من 2011، 41 سنه، يمكن راجل خاض 8 مباريات في الشامبيون ليج طبعا الاخير الاوروبي، فيمكن حكم مميز جدا ان شاء الله باذن الله. بنامل يكون مركز معانا بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. جمهورنا عليه دور كبير جدا، لعبتنا عليها دور كبير جدا، لكن يبقى التوفيق ان شاء الله. لو التوفيق معانا باذن الله مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرفع الكاس رقم 38 في استاد القاهره، وتكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي بس. انت عارف يا كابتن ايمن الفرحه بكل الشعب المصري، جمهور النادي الاهلي عارفينه طبعا هيكون متواجد
مؤيد ومساند ومدعم، لكن النادي الاهلي كعادته ان شاء الله يكون مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاكم كالعاده كابتن ايمن ومع كل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي العظيم، لحظه بلحظه بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد، شفنا الاجواء ان شاء الله رائعه.